لما طاير بقيت غصبا بكيت على محيط. مشاهدينا اعزاء اهلا بيكم في حلقه جديده من خليج العقبه وخاصه مدينه شرم الشيخ. بتقوم السفيره الدكتوره ناهد شاكر بالتوعيه لعدد من المبادرات منهم لا للارهاب مكافحه التعاطي والمخدرات وايضا ابدا لن تسقط مصر. احنا ابتدينا رحله من مدينه الطور، بعد كده انتقلنا لمدينه نويبع، سانت كاترين، مدينه دهب، واخيرا وصلنا لشرم الشيخ. هنقدم لكم تغطيه خاصه للرحله، خليكم معانا. أصفرت وانوارت من قدرة الوالي، أصفرت وانوارت من قدرة الوالي، أسعد أيامنا وأحلى ليالينا، أسعد أيامنا وأحلى ليالينا، يا هلا بالعزيز الطيب الغالي، يا هلا بالعزيز الطيب الغالي، يا هلا بالذي جنى يهنينا، يا هلا مقدارنا من قدرها العالي، زادي مقدارنا من قدرها العالي، زادي نور الفرح من نور غالينا، زادي نور الفرح من نور غاليها، انتم الليلكم في القلب منزالي، انتم الليلكم في القلب منزالي، كل ما تهلاه وسهل ما تكفينا، كل ما سهلا ما تكفينا، والوفا طبعنا في كل الأحوال، والوفا طبعنا في كل الأحوال، والغلا والمحبة عادة فينا، والغلا والمحبة عادة فينا، طبعي متوارثين بكل الأجيال، طبعي متوارثين بكل الأجيال، والكرم ميزة تولنا مصور او ممكن اعمل لك انا عربي حتى قاعده في البيت قاعده على الارض على وانتوا قاعدين على البحر كده ادخلوا في الموضوع على طول واتكلموا ووصل المعلومه. ما هو احنا هنا عشان كده
انت والاستاذ والاستاذه والاخت الجميله اللي ورا الشابه الصغيره دي والمراه، كل واحد هيقوم بدوره كده، ما انتش محتاج للمساجد. انا عن نفسي يعني بصفه خاصه مش مرجحه المساجد، لان المساجد اتعملت بس للصلاه. لو انت رحت مسجد ولقيت هناك الامام بيتكلم في المخدرات، بيتكلم بيدي محاضره في المخدرات، هتخلص الصلاه وهتمشي مش هتقعد. لان امام المسجد له انه بيتكلم في الدين وفي الصلاه وبيحسك على ان انت تلتزم بامور الدين. لكن المخدرات دي خليها مثلا واحد زي الاستاذه، خليها للناس اللي بتختلط بالناس كلها، مش كل الناس بتروح تصلي. السيدات معظمهم بيصلوا في البيت، وده طبعا افضل صلاه بالنسبه للمراه، وكلما اقتربت من غرفه نومها فهذا افضل الصلاه. لكن قلنا ما نحرمش عليهم المساجد كما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام. ليه؟ ممكن تستفيد بندوه بكده، بس ندوه في ايه؟ في الدين وفي العلم. لو مر مرور الكرام على الادمان او على المخدرات او على ده مش هيدي محاضره كامله عن موضوع الادمان والمخدرات. احنا بقى بنلف ليه؟ وبنتعب نفسنا، مصطفين من جيبنا، وجايين من اخر الدنيا عشان نشوف ما شاء الله الناس الجميله الحلوه دي المتعلمه المثقفه الاخلاق الجميله، علشان انت تاخد مني المعلومه وتبتدي دور. مش ان انا همشي خلاص هتروح بيتك هتقول لك كان في ندوه وهتسالك انت كنت فين لغايه دلوقتي؟ هتقول لها والله ده كان في ندوه في المكان الفلاني، وتروح تتغدى وتنام وخلاص وانتهى الموضوع. لا، ده دورك انت بقى، ده دور البنت، ده دور السيده، ده دور الراجل او الشكل اللي انا قاعده بخاطبه دلوقتي. ما ده دورك، انا جايه لك عشان اقول لك ده دورك، قوم بيه. واخد بالك؟ كل واحد يعني كل مؤسسه في الدوله ليها تخصص وليها شغلها. عندنا الاستاذ اتكلم في المشاكل اللي الدوله بتشتغل فيها ويحصل حاجه تقف وتشتغل فيها وتقف، لكن طبعا المشكله هي مشكله بس عند الاخ بس. انا رئيس جمهوريه وحليت، احنا هنا ما شاء الله 50 فرد، حليت مشكله كل فرد ال 50. هل انت عندك مشكله واحده؟ لا، انت عندك 10 و20 مشكله. فالدوله بتشتغل ومؤسسات البلد بتشتغل. زي ما انت عندك مشكله وجميع الاتجاهات في مشكله، بس كل وقت بيجي لحل المشكله بتتحل وفي اولويات. لو انت بصيت بيقول لك لو انت طلعت على الغيب لاخترت الواقع. واخد بالك؟ فالواحد هتبقى مشكلتك يعني اقل وطأة من مشكله غيرك. يعني انا جاني واحد مثلا عينه مخرومه، عين واحده مخرومه، اقوم احكم بقى على الثاني، احكم بقى اللي على الكرامه وعيني ده، اقول له دخله السجن. لا، اشوف الثاني، تعالى ما يمكن الثاني عينين الاثنين مخرومين، يبقى مين الاولى؟ ابو عينتين ولا ابو عين؟ ابو عينتين طبعا. انت بتشوف بعين، هو ما بيشوفش بالعينتين، يعني احط له عين عشان يشوف على الاقل يشوف الضوء. خدت بالك؟ ففي اولويات كل حاجه. يعني مثلا انت عندك المشكله، اديني المشكله وحط، انا لما اجي هعرضها هدخلها مثلا سي لاعلى، هدخلها رئاسه الجمهوريه. هل رئاسه الجمهوريه ما عندهاش الا الملف ده؟ الحقيقه الملف بتاعك هحطه حواليه ويهتموا بيه، لكن هيحطوه تحت 100 مليون ملف، لان كل فرد حافظ عنده ملف 100 مليون. احنا وصلنا دلوقتي 100 مليون وبره 8 مليون، خارج مصر 8 مليون. انا عايز اقول لك اللي يقدر على حاجه، واللي يقدر يأدي دور، واللي يقدر يفيد. وقلنا في البدايه خيركم من تعلم العلم وعلم. استفيد مني، استفيد من الدكتور،
استفيد من معالي رئيس مجلس المدينه، استفيد من الرئيس، استفيد من اي حاجه وبلغها، ما تاخدهاش كده وترميها ورا ظهرك وانتهي. لا، علم، اتعلم وعلم، وده دورنا علشان ننهض بنفسنا الاول. نهضنا بنفسنا يبقى نهضنا بمصر، لان احنا مصر. صح ولا انا بتكلم غلط؟ هنرجع نقول ايه بقى؟ نرجع نقول ايه بقى في الاخر؟ تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. رساله حياه وعنوان أمل ومستقبل مشرق ترسله السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، وذلك من خلال رحلتها التي تجوب فيها أنحاء المعمورة أرض الكنانة، تنشر رسالتها المليئة بالحب والسلام، وتؤكد على أن مصر بلد الخير والنماء، وأنها جنة الله في أرضه، وأن شبابها هم عماد هذه الأمة ونبضها، مثمنة جهود رئيسها المفدى الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعلاء شأن هذه الأمة، ومؤكدة دور جميع مؤسسات المجتمع المدني في الوقوف خلف سيادته بالعمل والمثابرة والاجتهاد. دكتورة ناهد، اهلا وسهلا، نورتينا. وسياده القس مودي، اهلا وسهلا، سعداء بوجودكم معنا، ونتمنى ان احنا نعمل اضافه مجتمعيه جديده وزياده الندوات الثقافيه. الدكتوره هدى بصراحه عامله شغل جامد، بنحييها على المجهود الرائع، وبنرحب بالأستاذ طارق درويش كبير مراقبي المديرية، والراجل يزيدنا بثقافته وبعلمه. أهلا بيكم، ونتمنى لكم وقت سعيد إن شاء الله. يسعدني ويشرفني باسم الإدارة الصحية قسم الإعلام والتثقيف الصحي بشرم الشيخ أن أرحب بالسادة الحضور في ندوتنا أبدا لن تسقط مصر، بالتعاون مع مؤسسة نواب ونائبات قادمون. ندوتنا النهاردة هتكون عن مواضيع هامة ومؤثرة في مجتمعنا وبلدنا. هنتكلم النهاردة عن الإدمان والتعاطي والإرهاب، ودول أهم ثلاث مشكلات ممكن تدمر أي وطن وأي دولة. معنا النهاردة نخبة من المحاضرين المتميزين. معنا سيادة الدكتورة السفيرة ناهد شاكر، مستشار المجتمع المدني للصندوق العالمي للتنمية بالأمم المتحدة، ورئيسة مؤسسة نواب ونائبات قادمات. ومعانا القس مودي أنور إبراهيم، قس وراعي بكنيسة نهضة القداسة بعين شمس. ومعانا الدكتور نادي سيد علي، مدير عام معامل الطب الشرعي بوزارة العدل واستشاري صندوق مكافحة المخدرات. ومعانا الأستاذ طارق درويش، مسؤول مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء قسم مكافحة التدخين. أتمنى أن الندوة النهاردة تعجبكم، هنحاضر مع الدكاترة الحضور، وبعد كده هيبقى معنا لقاء مفتوح لو حد حابب يسأل سؤال أو يعرف أي معلومة. إن شاء الله نبتدي الحوار بكلمة للدكتورة ناهد شاكر. أنت الكبير عندك الأسرة، الأب والأم أو المسؤول عنها، لازم تبلغوا. أنا بخاطبهم لأنهم أنا شايفة ما شاء الله نخبة كبيرة منهم موجودة، فعايزة أقول لهم خلي بالكم علشان أنتوا مصريين، وأنتوا اللي هتبقوا شباب المستقبل إن شاء الله، وقيادة الدولة هتبقى في إيديهم. عايزة أقول إن إحنا شعب مصر العظيم، شعب الحضارة، إحنا اللي صدرنا العلم والإيمان، وصدرنا الحضارة، وصدرنا العلماء والعلماء للعالم كله. إن إحنا الشعب العريق، الشعب اللي له تاريخ، عشان كده كل البلاد، كل العالم طمعانين فينا، لأننا مطمع بموقعنا وبأخلاقنا، بسيداتنا وبرجالنا وبشبابنا. فحروب الجيل الرابع والخامس مش عايزينها تتمكن مننا، اللي هي حرب الفتن والإشاعات،
حرب الهجرة الغير الشرعية، حرب الإلحاد، حرب المخدرات، ده كله الدولة بتسعى معانا مع مؤسسات المجتمع البلدي إن هي تقاوم هذه الآفات. المفروض إننا عايزين بنبرز دور الدولة إزاي بتساعد الفرد على إنه لو إنه مدمن بتساعده إزاي على إنه يتخلص من الإدمان. أولا بتعالجه في سرية تامة، الأول بتفحص كل المشاكل أو إيه اللي خلاه يدمن، وبعدين بتعالجه، وبعد المعافاة بتعمل له يا قرض بدون فايدة يا مشروع عايزه، يا إما يكون يحاضر في التجربة بتاعته. ده اللي الدولة بتعمله. لو جينا نتكلم بقى، الإدمان دي كلمة كبيرة مش كلمة صغيرة. الإدمان مش شرط يكون مخدرات أو سجاير. الإدمان إن الواحد يتعود على شيء يمارسه يوميا وما يقدرش يستغنى عنه. يعني زي عندي في البيت ابني أو بنتي لازم لما يقوم الصبح ياخد كوباية نسكافيه، لازم، إن ما أخدهاش خلاص اليوم صداع وقرفان ومتضايق، ما خدش كوباية النسكافيه أو ما خدتش كوباية النسكافيه. فالنسكافيه مش عادة سيئة ولا حاجة، لكن التعود، اللي يتعود على شيء. فمطلوب مننا التغيير، التغيير في أي حاجة. حتى لو واحد بيمارس الرياضة في يوم ما راح يوميا ما راحش، خلاص اليوم بتاعه بيقفل. فحتى العادات الحميدة يعني. فعايزين نقول انه التعود على الشيء ومارسته يوميا هو خطأ. عايزة اقول لسيدات مصر تتابع شوية اطفالها، لان احنا دلوقتي وفي الزمن ده المرأة مشغولة جدا، الطفل بيتأخر برة او الشاب بيتأخر او في ايده الموبايل الفول تايم. احنا اساسا دلوقتي بنكلم اطفالنا او بنكلم اولادنا واحنا من غرفة لغرفة، يلا عشان تتغدى، انت بتعمل ايه، يلا تعالى. انا بنخاطب بعض من بيت واحد بالموبايل. لازم نتابع أولادنا بصفة مستمرة، لأن المتابعة ضرورية لأي أعراض أو لأي لو حصل أي تغيير بالنسبة للطفل أو للشاب أو للشابة. لأن إحنا دلوقتي صحيحنا مصر الحمد لله بتنهض، لكن في نفس الوقت إحنا في حالة طوارئ، في حالة حرب، والحمد لله رب العالمين ربنا حامي مصر، لأن مصر مذكورة في القرآن، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سيدنا نوح عليه السلام الوحي اداله الإشارة وقال له إذا خرج الماء من التنور خد من كل زوجين اثنين، وهو على الباخرة بتاعته على المركب بتاعته كان بيمر على كل مدينة يطلع منها الملائكة يهللوا ويرحبوا بيه أهلا. مر على مصر محدش طلع ولا هلل، فسأل الله إزاي هي مصر ملهاش حراس؟ رد عليه سبحانه وتعالى المولى عز وجل قال له مصر أنا حميها. فشعب مصر في رباط إلى يوم الدين إن شاء الله بإذن الله منصورين كلنا بإذن الله، لأن إحنا أعظم شعب. أنا لفيت العالم كله عايز أقول لكم إن أحسن شعب الشعب المصري، وأنقى شعب وأزكى شعب وأطيب شعب. إحنا صح جوه مصر نختلف مع بعض، لكن لو أي حد جاب سيرة مصر هنقطعه حتة، ده الطبيعي. احنا الشعب اللي سطر التاريخ،
احنا المرأة الجمعية الأمريكية قالت إن ثلث نساء مصر تستحوذ على التقدم العلمي. أنا دايما أقولها في كل مؤتمراتي، لأن فعلا يعني وشهد شاهد من أهلها، لأن المرأة المصرية منذ العصور القديمة والوسطى والحديثة أثبتت وجودها فعلا. احنا عندنا اول عالمة ذرة في العالم مش في مصر كله مصرية، سميرة موسى. عندنا اول طبيبة نساء والتوليد كانت من وليد طنطا، الدكتورة سيلانا سيداروس، قعدت تمارس مهنة الطب لمدة لغاية ما بقى عندها 70 سنة. عندنا اول طبيبة في العلوم كانت بتستخرج الادوية وبتستخرج المستحضرات التجميل، وكانت بتشخص وبتعالج، الدكتورة ميريت بتاه. وأول ملكة لقبت باسم ملكة الملكة ميريت، وما زال الآن اسمها يجوب شوارع القاهرة. أول قائدة طيارة لطفية النادي كانت هدى شعراوي، كانت حست إن هي عندها الرغبة في قيادة الطائرة واشترت لها الطائرة وكانت بتقود الطائرة. يعني أول امرأة في العالم، ما بتكلمش على مصر بس، فهي امرأة مصرية. والآن الحمد لله عندنا قائدة طيارة حربية. مصر في تقدم ومصر بتنهض، وطول ما في مصر ناس زيكم أو ناس سيدات عريقة زيكم وشباب وعمر أبدا ما مصر هتسقط. طيب، وعايزة أقول لكم إن إحنا يعني بنلف جميع المحافظات علشان بنعمل توعية للشباب، وبنعمل يعني بنحاول نحارب الإرهاب، لأن الإرهاب والإدمان يعني عملة واحدة، لأن الإدمان آفة من آفات الإرهاب. فعايزين نقاوم، وعايزين نثبت للعالم كله أن مصر بقت قد الدنيا. هي فعلا بقت قد الدنيا. إحنا الحمد لله في الفترة الأولى كنا انتخبنا الرئيس وإحنا اللي طلبناه وقلنا له ينزل الفترة الرئاسية الأولى، الفترة الثانية هو اللي ترشح عشان يكمل بقية المشاريع ويكمل بقية نهضة مصر. الحمد لله رب العالمين، إلى حد ما إحنا بنتمتع بنعمة الأمن والأمان، ودي مش موجودة في أي بلد في العالم كله، ولا حتى أمريكا ولا إسرائيل اللي هم أصحاب المخطط الصهيوني الأمريكي. إحنا بنتمتع بنعمة الأمن والأمان وبنقضي على الإرهاب فعلا. الدولة الوحيدة اللي بتقدر تسيطر على الإرهاب فهي مصر، بعون الله يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى. فعايزة أقول لكم إحنا يمكن جنوب سيناء بالذات الحمد لله رب العالمين محدش سمع عن عملية إرهابية فيها، ولا حد سمع إنه في مخطط موجود فيها ولا إرهابي موجود فيها. ودي نعمة من عند ربنا وبفضل القيادة الحكيمة طبعا. أكيد يعني في كتير مننا حزين وزعلان على إنه على ما بنوصل جنوب سيناء بنقعد 6-7 ساعات و12 ساعة لا ده شيء مش وحش، ده علشان الأمن والأمان اللي عايشة فيها جنوب سيناء. يمكن احنا بنلاقي الارهاب حتى احيانا بيبقى في القاهرة، يعني الكنائس كانوا بيسبوها، وشمال سيناء فيها ما زالت العملية 2018 ان شاء الله ربنا هيكرمنا وقريب جدا هنتطهر من الارهاب. لكن الحمد لله جنوب سيناء بفضل القيادات الحكيمة اللي فيها وبفضلكم طبعا، لأنه شعب جنوب سيناء مذكور في القرآن، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. يعني إحنا الحمد لله يعني مش محتاجين أنتوا لا حد يوصي عليكم ولا يكون واصي عليكم، الحمد لله بإذن الله وبإذن ربنا محفوظين يعني.
عايزه اقول لكم بس يعني تخلوا بالكم، الرباط الاسري مهم جدا في المرحله اللي جايه، لان كل المخططات اللي بتحاك بها مصر قاصدين بها عصب مصر. مين عصب مصر؟ الشباب. الشباب اهم حاجه، الشباب. يعني كل المخططات ضدهم، بدايه من الادمان والارهاب والالحاد، لان موجود فعلا في ظاهره كبيره في الجامعات، في ناس بتدرس الالحاد. فخدوا بالكم، اي معلومه تقعدي مع الطفل مع ابنك او مع بنتك تساليهم، يعني شوفي طريقه الحوار، لان انا سمعت بنات بتتكلم في الالحاد حقيقي، بتقول سمعتها بتتكلم عن ان الطفل لما يتولد مش لازم نقول له انت مسلم او مسيحي او يهودي، لا نسيبه لما يبقى عنده يوصل 12 13 سنه ويختار هو ديانته. ده انا سمعته بودني، فده طبعا لا يجوز نهائي. خلوا بالكم من الاولاد عشان نوصل الرساله الجيده، واحنا هنا برضو عشان نقول لكم المعلومه اللي ممكن ما بتسمعوهاش في الاعلام، وموجودين هنا علشان نفيدكم. وكل واحد موجود هيقوم بنفس الدور اللي احنا بنقوم بيه، في سواء في البيت في الاسره الصغيره، او سواء في المجتمع اللي هو عايش فيه، في الحي اللي هو عايش فيه، في المدينه اللي هو عايش فيها، هياخد المعلومه ويعلمها. وخيركم من تعلم العلم وعلمه. الاساس في الموضوع كله الرباط الاسري، افتقدناه شويه، لكن ان شاء الله العوده يعني بالحملات اللي احنا بنعملها في جميع المحافظات ان شاء الله في استجابه، لان بيبقى في مردود فعل طيب بالنسبه لنا. عندنا الدكتور نادي بيتكلم في مكافحه الادمان والتعاطي، وفي رقم سري، في رقم ساخن بيسيبه على اساس ان لو في حد جاره ابنه بنته اخوه اي حد يعرفه ممكن يتصل بالرقم ده. الرقم ده مش اللي موجود على علبه السجاير، لا، الرقم ده موجود، اول ما تتصل بيه هيرد عليك على طول، عشان الدوله تقوم بدورها ضد الادمان اذا كان في حد وقع اسير لهذه العاده السيئه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، عندنا القس مودي برضو هيكلمكم في موضوع الترابط الاسري، وانه ابدا لن تسقط مصر. احنا دي اخر رحله لينا اللي هي رحله شرم الشيخ، ان شاء الله مش هتبقى اخر رحله، هنجيلكم مره واثنين بمعلومات جيدة ومعلومات جديدة. أتمنى أن احنا نكون قدرنا نقول حاجة على أساس أنه لازم المعلومة توصل علشان ننهض بمصر وبمصرنا الحبيب. وشكرا. أنا هتكلم في تخصصي اللي هو المخدرات، وعشان أتكلم عن المخدرات يبقى هبدأ بالمدخل الرئيسي بتاعها اللي هو التدخين. فلا يوجد متعاطي مخدرات الا وهو مدخن، لكن ليس كل مدخن متعاطي مخدرات. طبعا الستات ممكن يقولوا احنا مالنا ومال التدخين. اقول لهم لا، ده انتوا معكوكين اكتر من الرجاله في بيوتكم، لان الراجل لما بيدخن سيجاره انت بتدخني معاه 3 سجاير، الراجل لو دخن شيشه انت بتدخني معاه 10 شيشات، ولان معروف ان الدخان لما بيطلع في الهواء بتتركز نسبته النيكوتين، والست بتشمه يعني متضرره زيها زي جوزها بالظبط. التدخين مجرد ما بيدخل في الفم بيأثر على اللثه وعلى السنان وبيضيعها تماما. ده ابسط شيء، لكن المشكله
انه بعد كده ممكن يعمل سرطانات في اللسان والفم والخد. الدخان عموما اي سجارة في الدنيا فيها مادتين اخطر من بعض، هي فيها 3500 مادة، لكن انا اتكلم عن مادتين الشائعين اللي الناس عارفاهم، النيكوتين والقطران. النيكوتين والبلك ده اللي بيدخل بيأثر على الحصيلات الهوائية وبيضيعها تماما. ولو اي حد منكم زار، واعتقد معانا اساتذه فاضل من وزارة الصحة المستشفيات الصدر، هيلاقي فيه ناس مش قادرة تتنفس نتيجة لان الرئة بتاعتها انتهت تماما، مش قادرة تتكلم، لان الانسان لما بيتقطع عنده نفس بيبقى مشكلة كبيرة. ده طبعا من بوظان الحوصلات. اول اكسيد الكربون ده يهد جبل، يعني لو واحد شخص عادي تعرض لنسبة في دمه 10% ممكن يطب ساكن. واعتقد قريته في الشتاء ده في الحوادث، عيلة في سوهاج بكاملها مقفلة الشبابيك وبتاع وقاعدة تدفى على شوية فحم، العيلة كلها ماتت كلها وهم على الكنب، ورحنا عيناهم كان منظرهم رهيب نتيجة للإيه؟ لأن الفحم بيحترق احتراق غير كامل وبيطلع أكسيد الكربون. المدخن لما احنا قسنا بقول لكم للحادثة دي لقينا ان الدم فيه كربوكسيموجلوبين لا يتعدى من 10 ل 15%. عارفين المدخن في الرئة بتاعته قد ايه أكسيد الكربون في دمه؟ عملت انا البحث ده بنفسي، من 35 ل 45%، يعني يموت 10 رجالة زي ما بيقول، لكن هو بياخدها بشكل طفيف وعلى مدى كبير متوالي لغاية ما توصل للنسبة اللي هو العزو بالله تأثر فيه تأثير مش كويس. بالإضافة ان احنا شعب طبعا بيموت في الدهون، يعني بناكل كوليسترول، ما لو واحدة عمل الطبيخ في البيت بدون دسم يا اختي انت عاملالي مش عارف ايه، ولا لو جوزها جاب لها لحمة حمرا انت مش عارف تجيب حتة دسم فيها عشان ندسم. مشكلتنا في كده، يبقى الدهون والكوليسترول بالإضافة للتدخين طبعا بندخل في بلاء عظيم والعياذ بالله. دي صورة طبعا بسونار للخلايا المخ الميتة نتيجة لعدم وصول دورة دموية ليها. دي منظر لرئة مدخن في تشريح، شوفوا المنظر شكله ايه، شوفوا منظر الصوابع اللي تمسك السيجارة، شوفوا منظر الرجل اللي موصلهاش دورة دموية طرفية نتيجة للمشاكل اللي حاصلة في الأوردة والشرايين. اولا برحب بالسادة الضيوف، وانا مش هضيف كتير على الدكتور يعني لان هو تقريبا الموضوع واحد. هو بس طبعا حضراتكم عارفين ان المدخل الرئيسي للادمان هو التدخين، يعني احنا عمرنا ما شفنا حد مدمن ما كانش مدخن، فالمدخل الرئيسي للادمان هو التدخين. طبعا العادة السيئة دي اللي هي منتشرة للأسف بين الشباب في سن المراهقة، وللأسف الشديد بين السيدات والآنسات والكافيهات اللي بدأت تنتشر بطريقة مش معقولة بين السيدات، وده طبعا لا يليق بالأنثى، يعني موضوع التدخين ده لا يليق بالأنثى على الإطلاق ولا بالراجل ولا في شيء من الرجولة. يعني مثلا واحد بدخن سيجارة وقاعد يعني بقى قاعد متنك كده على الكافيه أو الكلام ده، ما فيهاش شيء من الرجولة خالص إن الإنسان يمسك سيجارة ويدخن، أو الأنثى تمسك شيشة وتدخن. طبعا لا، استحالة يكون في شيء من الأنوثة بالنسبة لها على الإطلاق خالص، يعني ده طبعا بيفقد لها أنوثتها وبيفقد لها جمالها، واحنا طبعا مش مستنظرين من الأنثى ان هي يعني تبقى بالشكل ده. يعني طبعا العادة السيئة دي اللي بسببها بيموت 6 مليون انسان سنويا، يعني سبب العادة السيئة دي 6 مليون انسان بيموتوا سنويا، وتقريبا منهم 600,000 طفل اللي هم بسبب التدخين السلبي والحمل اللي هي للست الحامل او مدخنة سلبية بالنسبة لجوزها، او بتقعد في مكان في حد مدخن والكلام ده. طبعا انا مش هضيف كتير طبعا على حضرة الدكتور الكلام اللي قاله، انا بس يعني في كم مادة كده هتكلم فيهم نتيجة الحاجات دي بتخش في تركيب او في تصنيع التبغ. يعني مثلا مادة الزرنيخ، مادة الزرنيخ دي طبعا مادة خطيرة جدا ومادة سامة، ومادة هي ومادة كمان اسمها السيانيد بيخشوا في تركيب سم الفار. يعني تخيلوا بقى حضراتكم لما نعرف ان التبغ ده او السجاير دي عليها زرنيخ وسيانيد اللي هما المادتين اللي بيموتوا الفار. وكان الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه كان عمل حلقة على الهواء مباشرة بموضوع التدخين، جاب كم علبة سجاير وفرتكهم في طبق مية علشان المية تنزل او تسرد المواد السامة اللي في السجاير، وجاب فار وعطشه 3 أيام تقريبا وساب الفار على المية. الفار طبعا طلع عطشان شرب مية مات فورا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم.
عام سعيد عليك وشهر سعيد، شهر مبارك، وفي مصر تسعد بالسلام والهدوء، وتنتهي الحرب ونشوف، وينتهي الإرهاب ونشوف مصر بدون إرهاب، مصر بدون أي خطر، مصر دايما في سلام. نعرف أنكم أنتوا سمعتوا كلام كتير، وأنا طبعا مش متخصص لا في الإدمان، لكن أنا هتكلم ليكوا كلمات بسيطة وسريعة، وهاخد ليكوا شذرات أو مقتطفات سريعة. أحكي لكم قصة بسيطة جدا سريعة كده عشان من خلالها نفهم بعض حاجات. حكيت القصة دي في مكان كده، قلت اني احد الاسس بيتكلم ويقول ان في دكتور جامعة، حد سأله سؤال، قال له انك انت وانت في الجامعة وضع الطلبة معاك ايه؟ قال له الطلبة بيحترموني، بينفذوا كلامي، الطالب اللي ما يسمعش الكلام وبيحضرش المحاضرات بيسقط. قال له طيب وضعك في البيت ايه مع اولادك؟ قال له انا اب. قال له ممكن ابنك لما تروح البيت يسحب الكرافات بتاعتك ويوصلك انك انت توصل، انك توصل على ايديك ورجليك، طبعا طفل صغير، ويطلع فوق ظهرك يقول لك بابا حمار، هل تقبل كده؟ قال له اه عشان ده ابني. قال له هل ممكن في يوم من الايام حصل معاك كده؟ قال له اه. قال له كتير. قال له طب هل تقبل طالب الجامعه يعمل معاك كده؟ قال له مش ممكن، ارفضه. عايز اقول نقطه مهمه جدا، ان الاسره هي الاساس. احنا كل اللي بنتكلم فيه في الادمان ده شيء، يعني شخص خلاص يعني دخل في مرحله ادمان، وانا بعتبر من اول سيجاره ان الشخص كرجل دين دخل في مرحله الخطر. لكن انا هتكلم ليكوا عن الاسره ودور الاسره قبل موضوع، قبل ما ندخل اصلا في موضوع التدخين وقبل كل ده. الاسره المتماسكه هي اقل عرضه لهذا الخطر. للاسف احنا في الاسره المصريه الرجال بيعتبر الرجل هو السيد. الراجل بيطلع الصبح الشغل بتاعه، وبعد كده ممكن ياخد فتره تانية شغل عشان يوفر اكبر قدر من الفلوس والمال للبيت، عشان يصرف على البيت ويعيش اولاده وبناته في سعاده، بالرغم ان عمر الفلوس ما هي اللي بتصنع السعاده. الام طوال اليوم في البيت في دروس الاولاد، وبتسعى ان هي توصل باولادها الى قمة السعادة، بالرغم من ان الاكل الكتير والدروس الكتير واللبس الكتير ونظافة البيت مش هي السعادة. لكن السعادة الحقيقية والاسرة الحقيقية هي الاسرة المتماسكة اللي فيها بيحصل مجموعة من الامور. امر الاول انا اقوله من خلال الكتاب المقدس، من خلال الوعظ اللي انا بوعظه، ايها الرجال احبوا نساءكم، ايها الرجال احبوا نساءكم، يا سي السيد يا رجل يا مصري حب مراتك. ده شيء مهم جدا. للاسف للاسف الرجل المصري، الرجل العربي، مسيحي مسلم يهودي ايا كان، بيتعامل بطريقة مختلفة عن هذا الكلام تماما. احبوا نساءكم، هضيف عليها نقطة تانية، ايها الرجال احبوا اولادكم وبناتكم. عايز اقول للراجل البيت مش محتاج ان انا اشتغل فترتين. عايز اقول لكل الرجال بلاش القهوة، ساعتين بتوع القهوة دول ساعتين البيت. عايز اقول لكل راجل ساعتين الماتش بلاش منهم.
ابنك وبنتك اهم من الماتش حتى لو كان ماتش محمد صلاح. انا بقولها ببساطة وبقولها بطريقة بسيطة عشان النقطة الحساسة عندنا في المجتمع ان الرجال في وادي والسيدات في وادي والاولاد في وادي تاني. الدور الاول مش على الست، الدور الاول على الراجل. بقولها لك ببساطة، خد ابنك خد بنتك في حضنك. يا سي السيد يا سي السيد يا كبير، خد زوجتك في حضنك، ده اهم من كل شيء. خد عيالك خد اولادك خد بنتك خد زوجتك في حضنك عشان يرجع الترابط الاسري. اتمنى كل واحد سمع او خد معلومة يوصلها للغير، ده اهم ما في الندوة، علشان كده نبقى ألمينا بالشعب كله. يعني لو أنا فرد في أسرة أو فرد في مجتمع هبلغ المعلومة اللي أنا اتعلمتها. لو كل واحد قام بدوره إن شاء الله مصر هتبقى قد الدنيا، وطول ما أنتوا فيها هتبقى قد الدنيا. وتحيا مصر، وسعيدة بيكوا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودلوقتي بنتشرف بالسفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مجلس إدارة مؤسسة نواب ونائبات قادمات، وأيضا رئيسة الرحلة خليج العقبة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا دنيا. أهلا وسهلا. أهلا بك. طبعا احنا وصلنا المحطة الأخيرة مدينة شرم الشيخ، حابين نعرف حضرتك ابتديتي ازاي من أول خليج العقبة ورد فعل الناس والمواطنين. هي الرحلة كانت طويلة شوية، بس الحمد لله احنا ابتديناها بمدينة الطور. رحلة الطور كانت قبل الانتخابات الرئاسية، وعشان كان لابد أكون موجودة في القاهرة لأني متابع للانتخابات. رجعنا احنا كنا هنكمل المسيرة يعني، وبعدين استقلنا المسيرة تانية الحمد لله. بعد ما الأمور استقرت جينا سانت كاترين. طبعا سانت كاترين ده صرح في الحقيقة، مهما اتكلمت ومهما قلت عنه، ده رحلة العائلة المقدسة. هناك معبد سانت كاترين وضريح سيدنا هارون والنبي صالح، وهناك شجرة العليقة، دينا جميلة أكيد، وجبل المدكوك. يعني احنا عندنا سانت كاترين في الحقيقة ينبهر ليها الإنسان، لكن محتاجة الإعلام، محتاجة أنه يركز على المعالم، لأن دي الرحلة المهجرية. لازم نركز عليها مش على الأشخاص اللي بيروحوها. لا يعني مش أنا أجي أصور وفد جاي، لا انا اصور المكان نفسه واعلن عنه. يا ريت يبقى في قنوات خاصه ب فعلا دعايه واعلانات وتوعيه للناس السياح الموجوده فيها. لازم المكان ده لو في اي مكان تاني دخل مليارات للبلد. في يعني السياحه فيه محتاجه بس للاعلام. احنا عندنا منظومه الاعلام لابد ان هي تركز على الاماكن دي مش السياحه. مش انا ان اروح البحر او انزل البسين او اروح هنا، لا، السياحه ان انا اشوف معالم مصر. يعني هي فيها سياحه كمان دينيه، فمش كل البلاد فيها سياحه، وفي سياحه علاجيه وفي سياحه اثريه، في جميع انواع السياحه لابد نركز عليها. انا بناشد الاعلام ضروري ولابد نركز على السياحة في مصر، وده خطتنا إن شاء الله في المستقبل. حضرتك ما وقفتيش عند سانت كاترين بقى، تابعتي الجولة وانتقلتي لنويبع ودهب وشرم الشيخ. لا، بعد ما عملت الندوة في سانت كاترين اتجهنا لنويبع. أساسا الندوة هي ثلاث مبادرات: مكافحة الإدمان والتعاطي بإشراف رئاسة الوزراء، مكافحة الإرهاب، وابدا لن تسقط مصر. اتجهنا لنويبع.
وطبعا نويبع برضو من المدن اللي فيها امن وامان وسلام، وفيها تحسي نويبع ودهب البلدان البكر اللي هي الناس عايشين فيها بالفطرة. تحسي هناك ان انت عايشة في مكان يكاد من الجنة، سبحان الله. عملنا في نويبع برضو فعلنا الثلاث مبادرات هناك، الأستاذ عبد الحميد سبكي هناك مدير جمعية التنمية، الجمعية التنمية في نويبع، رحنا عملنا الثلاث مبادرات وفعلناها، وكان في مردود فعل قوي جدا من الشباب ومن المواطنين. يعني انتوا برضو كنتوا بتهتموا برضو بالشباب الفترات الفايته؟ الشباب بس، احنا بنهتم عصب مصر الشباب والمراه والرجل، احنا بنهتم بالشعب المصري كله. وتوجهنا بعد نويبع الى دهب، ودهب طبعا مهما كان مدن العالم اكيد اكيد باريس مصر دهب. احنا النهارده في شرم الشيخ، حابه يعني اعرف راي حضرتك في الندوه النهارده وبرده ردود افعال الناس، وانا شايفه عدد كبير من الاطفال، يعني الاطفال اهتموا ان هم يكونوا مشاركين معانا كمان النهارده. النهارده بالنسبه لشرم الشيخ طبعا معروف ان شرم الشيخ بلد سياحيه، كل الناس تقريبا بالذات الأوروبا هي سياحة عظيمة، بس برضو محتاجة ان هي فيها امن وامان، ما فيهاش فصال، لان جنوب سيناء هي تقريبا تتمتع بالامن والامان بفضل القيادة الحكيمة وبفضل محافظ جنوب سيناء، لانه هناك تطورات والحفاظ على الامن والايمان والامان والسلامة. يمكن في شوية ضغوط شوية في كل كمين، أو ضغوط في النفق، لكن ده علشان خاطر الأمن والأمان. لا، وكمان بستغل الفرصة وبشكر ضباط الشرطة وبشكر النجدة اللي رافقوني طول الرحلة من كمين لكمين، بتطلع معايا سيارة لغاية الكمين اللي بعديه طول الرحلة. في الحقيقة حتى أنا كنت أقامت في نويبع في المنتجع، كانوا وكانت إقامتهم في نفس المنتجع، وكان غالبا كانوا في الغرفة اللي جنبي. طبعا معي سفيرة. لا، ده عشان لأنه ده الأمن اللي موجود، هم دول الشرطة، وهو دي القوات المسلحة المصرية، وهي دي مصر، جيش وشرطة وشعب. فالحمد لله رب العالمين. أنا بشكر كل المقيمين على العمل بجنوب سيناء، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه اهتم بسيناء. والملف القادم إن شاء الله هنحرر شمال سيناء، وبإذن الله العام 2018 تقريبا في صدد الانتهاء من التطهير بإذن الله، ونحتفل بالتحرير بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. حضرتك بعد انتهائنا من خليج العقبة، حابين نعرف الاتجاه التاني إن شاء الله هيكون فين؟ خليج السويس إن شاء الله بإذن الله. لسه خليج السويس، راس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس، لسه يعني محتاجين هناك برضو نقابل الشباب ونعمل لهم نفس الدورات. أهم ما في الموضوع أن أنا مش بروح كده ونحن بنقول ندوة وسلام عليكم ونمشي، لا، إن إحنا لازم نفيدهم ولازم يكون في الحال مردود الفعل. الحمد لله في مدن خليج العقبة كلها كان في مردود فعل للدورات في الحال، الحمد لله رب العالمين. وده شيء كمان يا دنيا بيسعدنا جدا، ان احنا مش جايين وقاطعين كل المسافات دي كلها ومجرد ندوة وخلاص، وان احنا هناخد لقطة وصورة.
بالنسبه لك ده عمل تطوعي طبعا للشعب من غير اي مقابل مادي؟ لا 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 نو واي، وانا بصرف على الموضوع ده من جيبي الخاص بدون اي تقاضي اي جنيه من اي احد، بس انا كل شغل الشاغل ان الشعب المصري ينهض وفعلا يبقى قد الدنيا زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثقافة وعلم والحفاظ على أبنائنا وبناتنا والحفاظ على عصب مصر، شباب مصر اللي هو المخطط قاصد عصب مصر شباب مصر. فإحنا يعني الحمد لله رب العالمين، كل ندوة كل الثلاث مبادرات في خليج العقبة في كل مدينة رحناها بيبقى فيه مردود فعل، لأن في كل ندوة بيبقى فيه أسئلة سؤال وجواب، والحمد لله في مردود فعل طيب بالنسبة لوجودنا، وده هيشجعنا برضو إن احنا ممكن نجيلهم تاني بمعلومات تانية بمبادرات تانية. بالتوفيق إن شاء الله في رحلات القادمة، وكل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة رمضان. وانت طيبة، وكل سنة وشعب مصر كله طيب، وكل سنة والرئيس عبد الفتاح السيسي طيب، وكل القيادات الحكيمة طيبة، وجنوب وشمال سيناء ومصر كلها طيبة بإذن الله. شكرا شكرا. من دلوقتي بنتشرف بأستاذ طارق درويش، كبير مراقبين ومسؤول وحدة مكافحة التدخين. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. أهلا بتسلم. طبعا إحنا سعيدين بوجودنا مع حضرتك في مدينة شرم الشيخ. تنورتونا وشرفتونا، وكل سنة وانتم طيبين، وجنوب سيناء كلها منورة بيكم. حابين حضرتك تقول لنا كلمة لدكتورة نهاية شاكر بمناسبة طبعا تنظيمها للمؤتمر، ويعني اهتمامها بتوعية الشباب والمواطنين بخليج العقبة وخاصة بالأربع مبادرات. أنا طبعا دي مفاجأة بالنسبة لي الدكتورة نهاية شاكر بجد يعني، وأنا يعني زعلان إن أنا ما قابلتهاش في الكام يوم اللي فاتوا دول، وأنا سعيد جدا بحضوركم ومنوريننا، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعمل اللي فيه الخير ان احنا نحاول نساعد الشباب بتاعنا، في نحاول ان احنا نفهمه خطورة التدخين والادمان على قد ما نقدر. يعني حضرتك متخصص في الادمان والتدخين، حابين نعرف حضرتك ركزتوا النهاردة في موضوع التدخين بالذات، حابين نعرف شوية تفاصيل عن المؤتمر. والله يعني الحقيقة الموضوع ده موضوع طبعا خطير جدا، والناس للأسف بتستهون بيه ومش عارفين مدى خطورته، وللأسف في ناس كتير جدا ماتت بسبب العادة السيئة دي، لأن هما ما يعرفوش مدى خطورتها، ما بيعرفوش مدى خطورتها إلا ما بيقعهم، إلا ما بيروح للدكتور والدكتور يقول له لو ما بطلتش تدخين هتموت. من هنا بيبدأ يفكر ويعيد ويقف لحظة قدام المراية ويفكر إن هو يبطل هذه العادة السيئة. يعني حضرتكم يعني ان شاء الله الفتره الجايه هيكون ايه الخدمات او النشاطات اللي هتقدموها، وكيفيه الدمج ما بين حضراتكم ومؤسسه نواب ونائبات قادمات اللي بترأسها دكتوره نهاية شاكر؟ وده فعلا النهارده كانت فرصه سعيده جدا ان احنا هنبدا ننسق مع بعض، واحنا بالفعل هنا في جنوب سيناء احنا عاملين ندوات في كل المصالح الحكوميه، حتى في منشاتنا الصحيه انا عملت ندوات في جميع المنشات الصحيه وفي جميع مراحل التعليم على مستوى محافظه جنوب سيناء. انا لفيت سيناء كلها من راس سدر لطابه، وعاملين مجهود كويس جدا، وده طبعا تحت رعايه السيد المحافظ والدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزاره السياحه بجنوب سيناء. دلوقتي نتشرف بالدكتور نيدي سيد علي استشاري مكافحه الادمان. اهلا بحضرتك. اهلا بك. اهلا بك. حابين حضرتك ابتديت طبعا مع دكتوره نهاية شاكر في مبادرات بالنسبه بدايه من سانت كاترين ونويبع ودهب ومدينه شرم الشيخ الى النهايه النهارده، فحابين نعرف ردود فعل الناس في جميع المؤتمرات اللي قمتوا بيها كانت ايه؟ هو اولا انا اشتغلت مع الدكتوره نهاية حتى في الصعيد، يعني هي جت لنا في اسيوط. مش اول مره حضرتك اشتغلت؟ مش اول مره، جت لنا في الصعيد، لفت اكتر من محافظه، واتشرفت ان انا جيت معاها برضو في جنوب سيناء. طبعا هنا لقينا في تفاعل ممتاز للناس معانا، انها بتسال، وان في بعض الناس اللي ابتلي بالادمان بيسالوا عن المستشفيات اللي بيتعالجوا فيها، ويعني الحمد لله رب العالمين كان في اسئله واجابه واستجابه ممتازه جدا من الجمهور.
ده في جميع المدن؟ في جميع المدن بفضل الله تعالى. طب حضرتك عايز تتواصل مع ايه مع الناس في الاخر؟ ايه الهدف الاساسي من المبادره دي؟ عايز اتواصل ان الناس اولا يعرفوا الخطر من دخولهم في الادمان بدايه من التدخين وانتهاء باقصى انواع المخدرات اللي موجوده في السوق. بنعرفهم ايه اخطارها وايه مشاكلها عشان بقدر ما يمكن نبعد الشباب عن هذا البلاء، لان هم اساس مصر. اللي بيبتلى بالادمان بيغرق وبيغرق مع اسرته وبالتالي بيغرق البلد معه. تمام. طبعا النهارده في مؤتمر افدتنا استفاده تامه وشرحت لنا كل انواع المخدرات وكيفيه التجنب منها وكيفيه يعني طبعا التوعيه بالنسبه للشباب والاطفال. بالظبط. تمام. تحت امر حضرتك. وفي كمان بيبقى في انواع كتيره، بس هو كل لقاء بيبقى يعني انا بستشف الناس الموجوده قد ايه وبديهم القدر اللي هم بيفهموه ده اولا، بالاضافه للقدر اللي موجود عندهم في نفس البلد بخبرتي في مصلحه الطب الشرعي. حابين نعرف الواجهه الجايه ان شاء الله هتكون فين مع مؤسسه نواب ونائبات خدمات؟ ان شاء الله هي ان شاء الله هتكون في جزء هيكون في الصعيد وفي جزء هيكون في خارج السويس ان شاء الله رب العالمين، وان شاء الله نعمل من لان يكون حاجه مفيده للناس كلها وتستفيد منها. ودلوقتي بنتشرف بالدكتور الاستاذ القس مودي انور راعي كنيسه نهضه القداسه الانجيليه بعين شمس. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي. طبعا دي مش اول مره نشوف حضرتك مع دكتوره ناهي شاكر في مؤسسه نواب ونائبات خدمات. حضرتك كنت معانا قبل كده في مدينه طور، بس حابين نعرف اكتر عن الجلسات او الندوات اللي عملتوها وردود فعل الناس ليكم. هي دي المره الثالثه وباذن الله مش هتكون الاخيره، لاني ردود فعل الناس ردود مذهله، والشيء اللي مبسوط لي ان احنا يعني الناس بتتقبل الكلام، وفي كمان ناس عملت مبادرات وفي مجموعات من ناس وخاصة في شرم الشيخ وفي الطور وفي نويبع، ان في مجموعات قررت ان هي تبدأ بنفسها وتفعل الكلام اللي احنا بنتكلمه داخل المجتمع. فده معناه ان المبادرات دي مبادرات ناجحة جدا، والمجهود اللي بتعمله سعادة السفيرة الدكتورة ناهد ده مجهود شاق مجهود جبار، لكن اروع ما فيه ان احنا بنلاقي النتيجة بتاعته على الارض على ارض الواقع، وفي نجاحات كبيرة جدا. ولما بندور على اللقاءات الماضية بنلاقي ان فيه ثمار موجود على الارض، فاحنا مستمرين في المبادرات بتاعتنا، مستمرين في التوعية اللي احنا بنقدمها، مستمرين في ودايما بنقول ان احنا ومع المجموعات التانية بتشتغل في اماكن تانية ابدا لن تسقط مصر. حبيت اعرف حضرتك قلت لي دي ثالث جوله، حبيت اعرف الجولات اللي قبل كده كانت مكانها فين؟ كانت الجوله الاولى كانت في شلاتين وحلايب، وشفنا يعني من وراها ثمار كتيره وفي اتصالات من ناس و يعني في نجاحات كبيرة هناك. المبادرة الثانية كانت في مدينة الطور وشفنا برضو نتاج ليها، وكمان حتى السيد المحافظ بعد ما احنا تركنا مدينة الطور بحوالي اسبوع سمعنا ان الكلام اللي اتكلمنا عنه والتوصيات اللي احنا ابتدينا نحاول نفعلها كان نتاجها على الارض، ان السيد المحافظ قرر ان هو يحول منطقة حمام موسى لمنتجع سياحي، واحنا ده يعتبر قمة النجاح للمبادرة اللي كنا فيها في مدينة الطور. مرة دي احنا رحنا مدينة الطور وعملنا فيها شغل، ورحنا مدينة نويبع ورحنا سانت كاترين، وكان ليها أثر روحي علينا جدا وأثرت فينا، واحنا ناويين ان احنا نكون بنتكلم ونوصل صوت الناس هناك للمجتمع المصري كله للمسؤولين، وبإذن الله تتحول منطقة طور سينا تتحول منطقة سانت كاترين لمنطقة سياحية جاذبة لكل أنواع السياحة، ولا سيما أن هناك جو روحي يربط المسيحيين واليهود والمسلمين مجمع الأديان، فده شيء المفروض ان ما يتركش. بإذن الله نوصل صوتنا كلنا وعلى لسان سعادة السفيرة الدكتورة ناهد هيكون بيوصل صوتنا للرئاسة وللمسؤولين وللوزراء،
وبإذن الله نشوف سانتا كاترين من أعظم مدن العالم كلها. وصلنا كمان لمدينة لنويبع وشفنا فيها الأماكن السياحية، وإحنا محتاجين إن إحنا نتكلم في الإعلام ونقول عن المدن دي عشان خاطر يتروج ليها سياحيا سواء داخليا أو خارجيا. كمان إحنا النهاردة في مدينة اتجهتوا لكل خليج العقبة، كل مدن خليج العقبة، والنهاردة إحنا في آخر رحلة لينا أو آخر محطة لينا هي محطة شرم الشيخ، وقد إيه إحنا شفنا الاستقبال الرائع والتجاوب معانا من الجمهور هنا ومن المكان والمسؤولين، وبنقول لهم شكرا على حسن استقبالكم والدنيا الرائعة والاستقبال الرائع، وإحنا وإحنا بإذن الله هنكون بنوصل صوتهم للمسؤولين، وبإذن الله منطقة خليج العقبة كلها هيكون فيها في الوقت اللي جاي تطور أكتر، وهيكون فيها السياحة تتحرك أكتر، وهنشوف فيها نجاحات بصورة غير عادية. ودلوقتي بنشرف الدكتورة هدى الصحار مديرة الإعلام والتثقيف الصحي بإدارة شرم الشيخ، أهلا بك. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. حابين نعرف رأيك في الدور اللي قدمته مؤسسة نوايب ونائبات قادمات اللي بيرأسها الدكتورة ناهد شاكر، يعني حابين نعرف كيفية تأثير ده على الشعب وخاصة بمدينة شرم الشيخ. في الأول أنا بحب أشكر طبعا الدكتورة ناهد شاكر على مجهودها الرائع اللي هي بذلته معانا هنا في شرم الشيخ، طبعا وفرت لنا ندوة جميلة جدا، بدورنا احنا كإدارة إعلام وتثقيف صحي كل فترة بنعمل ندوات مجتمعية بنخدم بيها المجتمع، بنحرص فيها ان احنا نوصل رسالة العلم والطب والأسرة وكل الحاجات اللي ممكن تفيد أو تزود الوعي الصحي والأسري بالنسبة للمجتمع. طبعا الدكتورة ناهد من أكتر الناس المتعاونة اللي أنا شفتها أو اتعاملت معها من خلال الإدارة عندنا، وسريعة الاستجابة ما شاء الله، أسلوب إلقائها راقي جدا، وتناولت مواضيع كويسة وحساسة جدا للمجتمع، اتكلمت معنا عن الإرهاب عن الإدمان عن التعاطي، ودول أهم ثلاث حاجات ممكن تدمر أي مجتمع. دورنا كمديرين إعلام وتثقيف أن احنا نوصل الرسالة ديت، وناس محترمة زي الدكتورة ناهد والمؤسسة بتاعتها والحضور والمحاضرين اللي جم معاها طبعا ساعدونا أن احنا نقدر نوصل للناس رسالة هادفة وبناءة. طب حابين نعرف التعامل أو التعاون بعد كده هيكون إزاي إن شاء الله الفترة الجاية؟ إن شاء الله هو احنا بيننا وبين بعض متفقين إن احنا هنعمل مجموعة من الندوات التثقيفية التانية هنتناول فيها مواضيع كتيرة برضو تخص المجتمع وتخص الشباب بمعنى أصح، لأن الشباب هم نواة المجتمع الأولى، هنركز على المواضيع اللي هتهمهم بإذن الله. هيبقى في ندوات تانية وهتشوفوها بقى معنا يعني واحدة تلو الأخرى كده بإذن الله. ودلوقتي بنتشرف الأستاذة فادية فؤاد مسؤولة تدريب وتثقيف بجمعية معاك من أجل مصر، أهلا بيك. أهلا بيك فندم. حابة أعرف رأي حضرتك بالندوة اللي قمنا بيها النهاردة برئاسة الدكتورة ناهد شاكر، وطبعا بالمبادرات الموجودة الأربع مبادرات. هي في الحقيقة ندوة من أهم الندوات اللي أنا حضرتها في شرم الشيخ، واتفقنا مع الدكتورة إنها هتستمر على طول بإذن الله، لأن فعلا شرم الشيخ محتاجة ندوات كتير تثقيفية بالطريقة دي، وإحنا عموما يعني كل مجهودنا اليومين اللي جايين إن شاء الله الفترة اللي جاية هنشتغل على حتة التثقيف والتدريب في المدارس في النوادي في الفنادق، هنعمل ده وبكثافة بإذن الله إن شاء الله. في عندي مبادرة جميلة جدا برضو هيبقى بإذن الله في دخول المدارس وهتتبناها. معاك من أجل مصر ولا دي مبادرة تانية؟ من أجل مصر، معاك من أجل مصر هي اللي هتتبناها في الحقيقة، والفكرة أن أنا أرسخ في الطفل الوطنية من صغره، لأن الكبير عارفة حضرتك برضو بيبقى صعب أنه يجي ويسيب نشاطاته، فأنا عايزة أوصل للطفل من خلال المدرسة إن شاء الله، وهيبقى عملي، عايزة يحس بحتة الوطنية وكمان أن يبقى عنده انتماء وولاء لبلده، ويبقى صعب أن حد يخترق فكره لما يكبر،
ففكرت في حاجة تبقى عملية. ايه هي؟ انه يزرع بنفسه، نشجر المدارس في شرم الشيخ، مش شرم الشيخ يعني الطفل هو اللي يقوم بمساعدة او يقوم هو بزرع الشجر، نعلمهم احنا معاهم بس هم اللي هيعملوا. احنا هنقول الفكرة واحنا نجهز كل حاجة وبمساعدتنا هو اللي هيعمل. الطفل عايزاه وهو صغير عن 6-7 سنين لما اخليه يزرع شجرة ويكبر ويقعد في المدرسة كمان 6 سنين، الشجرة بتكبر وهو بيكبر معاها، لما يلاقيها كل يوم بتكبر قدامه وبيزرعها، انتماء ولا ومسؤولية كمان اكيد، مسؤولية ده كل حاجة، حبه للأرض اللي فيها الزرعة، حبه البلد وحبه للمدرس اللي علمه، حاجة جميلة. أنا أعتقد أنه هيروح المدرسة مخصوص عشان يتفرج ويتطمن على زرعته وشجرته. المبادرة دي هتبتدوا فيها إن شاء الله إمتى؟ بإذن الله مع بداية الدراسة، العام الدراسي الجديد بإذن الله، مؤسسة النواب والنائبات قدمت بإذن الله من أجل مصر بإذن الله. كمان فكرة إن إحنا نرسم الحوائط بتاعة المدارس من الداخل، كل تلميذ يرسم اللي على هواه، اللي يطلع في فكره يرسمه، يكتب اسمه تحت رسمته، يلون. عايزين نطلع الطاقة اللي جوه التلميذ كمان، يسقلها بالوطنية. حابة أعرف رأيك في الندوة اللي قمنا بيها النهاردة برئاسة الدكتورة ناهي شاكر. كانت هايلة، هايلة جدا، لأنها أخذت كل الجوانب في الحقيقة. يعني اتكلموا على التدخين وأضراره، الإدمان وأضراره، اتكلموا كمان على الإرهاب، واتكلموا كمان على حتة التثقيف التربوي جوه البيت، وقد إيه الأم والأب هي الأساس. يعني التربية الطفل وتنشئته من فعلا من البيت. لو طلعنا طفل يعني بيصلي بيخاف من ربنا، يحافظ على كل تصرفاته، كمان نثقفهم، يعني نقول ايه حتة الذوق، عايزين نتعامل مع الولاد بطريقة لطيفة عشان كمان هو يتعامل مع الناس بطريقة لطيفة. وده اللي احنا هنشتغل عليه اليومين اللي جايين. بصراحة كانت ندوة في منتهى الروعة وكلنا استفدنا جدا، وانا بشكر فعلا الدكتورة ناهد من اجمل الناس. انا بقول لها يعني انت هدية لي انا شخصيا، هدية لمصر كلها والله. مش عارفة، بصي انا هبعد عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه وهتكلم عنها، لان هي فعلا هدية، دي ملاك والله العظيم في وسطينا. انا معرفهاش الا من خلال الندوة، وكأني اعرفها بقالي سنين، بحبها جدا والله. ربنا يخليها لنا ويخليها لمصر، يخليها لمصر ان شاء الله. يعني معرفش هي يعني طول ما هي ماشية كده بتعمل حاجات مش بتاعتها، يعني عايزة تخدم كل الناس، تحب مصر قوي، عطاءة غير مقابل طبعا، يعني عطاءة من غير مقابل طبعا، خالص خالص. ربنا يعني يحميها ويحميك، وربنا يحمي مصر، ومصر بخير طول ما فيها ناس طيبين كده ان شاء الله بإذن الله. وهنبقى في منتهى الجمال ان شاء الله، ومصر هتبقى جميلة، وهي جميلة بخيرها وبناسها وبرئيسنا، ربنا يديله الصحة ويخليه وينصرنا بإذن الله. أنا تشرفت بك، وتحيا مصر. تحيا مصر حبيبتي. مشاهدينا بنكمل لكم جولتنا في محافظة جنوب سيناء، وخاصة مدينة الطور. هتكرم الدكتورة السفيرة ناية شاكر معالي السيد المحافظ محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة. هنقدم لكم تغطية خاصة للتكريم والمؤتمر، خليكم معنا.
وأنا من المرء جميعا بإذن الله. ثانيا نرحب بمؤسسة نواب ونائبات قادمات الأستاذ الدكتورة ماهر شاكر خليل استشارة المجتمع المدني للأمم المتحدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة والدكتورة ماهر السيد شاكر زوج مكتب المقرات والقس الدكتور مني أمر إبراهيم راعي كنيسة مصر المقدسة عين شمس والأستاذة لينا المقرر المستشار الإعلامي للمؤسسة. السلام عليكم. يعني الشعب الكريم هاجم علينا شعب مصر كتير وانتصارات هاجمة ورئيس علينا انتخابه وشعب بفحم وبيحبوا كنا نايم كنا معانا النهارده ده أصابع إنها تقدر تيجي في رسالة كرامة كنا هناك ثلاث ولا خلي بالك انا ديب ومحدش بيشتغل لوحده. احنا كنا نجحنا واقول ان احنا بننجح بالسكرتير العام والموظفين ورجال الامن والناس كلها. انا عايز اقول لحضرتك ان انا كان عندي رحله في جنوب سيناء. عارف واجلت يوم عشاني وكده. يعني الحمد لله رب العالمين. بفضل الحكومة طبعا تطور وإعداد وهي في معنى الأمن والأمان اللي كان نفسنا في العيش فيه. يعني ما سمعناش ولا مرة إن في إجهاض لأمن الصين ولا في مخدرات ولا أنا مش قصة الكلام ده بس خلال دقائق الحمد لله وجدت جنوب سيناء أنا بسميها الأرض الجنة لأن سبحان الله بفضل سعادتك وبفضل كتابك وبفضل رؤساء المجالس المدينة وبفضل المجالس والمؤسسات وجدت فعلا إن سيناء الواحد جنوب سيناء بالذات لأن تضاف سيناء شرقية شمال جنوب لكن جنوب سيناء فعلا لما نيجي نتكلم عنها نقول انها الارض الكبرى اهلها بيعيشوا في الفطره ناس محترمه وناس يعني كرام البلد وكرام البلد هم اهل الله والصبر. انا فخوره بيهم جدا وفخوره بمعنيتهم بنتمنى ان شاء الله انه يا ريت بس الاعلام المصري تركز على جنوب سيناء جنوب سيناء مش سياحه بس جنوب سيناء فيها يعني حضرتك فيها كل شيء ممكن كل شيء ماشي الحمد لله صح وجاي عايزين نرد شويه انا من هذا المنبر بفكر الاعلام المصري مش احنا نيجي نصور الوقت الجاي بس او نصور اي حد جاي من احنا نصور ونركز على جنوب سيناء نفسها على القدرات وعلى العمل وعلى الشغل انجاز المصري على الاثار على الاماكن اللي الواحد دخلها يعني انبهر بيها الحمد لله وخصوصا ذلك حضرتك يا فندم وكل سنه وانتم طيب ومناسبه شهر رمضان المبارك ومصر طيبه ورئيس الجمهوريه. بس تسمح لي دكتورة ماهر انا مهدي المحافظة كلها ومهدي كل اللي موجود
كل العاملين اللي بيشتغلوا معايا، وان شاء الله هنحفظكم فوق في المكتبه بتاعتنا يا جمال، مكتبه المحافظه فوق في المواجهه على طول، وده برضه سامع ربنا جميعا. وانا يعني بهديه لكل الاخوه الموجودين معانا والموظفين والعاملون، لان المحافظه كلها فريق واحد بتعمل كلنا بنعمل مع بعض. هو ده اللي انا بشكرك على المشاعر الطيبه دي، وبشكرك على الكلمتين ومش غريب عنك واحنا نعرفك من زمان، فشكرا جزيلا لحضرتك وفريق المعاون. في شكر يا بنكمل لقاءاتنا مع سفير الدكتورة نايت شاكر في مدينة الطور. أهلا بيك مرة تانية. أهلا بيك يا دنيا. أهلا بيك. المرة دي احنا في تكريم معالي السيد المحافظ جنوب سيناء، حابة حضرتك تقول لنا أكتر عن تكريم النهاردة. احنا في الحقيقة أنا يعني كل مدن جنوب سيناء أطلقت عليها اسم جنوب سيناء الأرض البكر، لأن في الحقيقة الحمد لله رب العالمين وجدت فيها كل النهضة، كل التطور، كل الحديث وجدته فيها الحمد لله، وأهمهم نعمة الأمن والأمان. فكان من واجبي فورا، حتى أنا جهزت الدرع في سيناء مش من القاهرة، يعني من إعجابي ومن التطور اللي وصلنا ليه في جنوب سيناء الحمد لله رب العالمين، وبفضل السيد معالي الوزير المحافظ اللي هو خالد فودة. فيعني أقل تعبير علشان الشكر، يعني إن أنا عملت له درع بسيط كده وقدمته له في المؤتمر. يعني المؤتمر معالي المحافظ قال لي حضرتك إن هيكون فيه إن شاء الله جولة تانية لجنوب سيناء، مش هتكون دي آخر مرة؟ لا طبعا، أكيد في جولات وجولات. إحنا كمان جنوب سيناء فيها راس صدر، وفيها أبو زنيمة، وفيها أبو رديس، وطالعينها إن شاء الله في خلال شهر رمضان، وبعد العيد طالعين تاني سانت كاترين وطابة بإذن الله. حابين نعرف فعلا النشاطات اللي هتكون موجودة إيه في شهر رمضان؟ لا احنا عندنا نشاطات كتير في الحقيقة، يعني المبادرات بتاعتنا بالإضافة إلى زيارة المصابين إن شاء الله في العملية التطهير 2018 في بتوع شمال سيناء، هنزورهم بإذن الله في شهر رمضان، رفع من روحهم المعنوية ويحسوا إن احنا معهم كمؤسسات مجتمع مدني يعني بإذن الله. دي زيارة، وفي زيارة دايما متعودة في شهر رمضان، زيارة مستشفى 57، وإن شاء الله برضو هنروح نزور مستشفى 57، ومستشفى الشرطة برضو أيضا هنروح نزورها بإذن الله. هنخلي شهر رمضان للزيارات والتكريمات بإذن الله، لأنه الشهر الفضيل اللي كل الناس بتستناه وبتجري العمل الخير فيه، بتسعى لعمل الخير فيه، لأنه كله أجر وثواب عند الله. إن شاء الله هنشوف حضرتك في جولة جاية بإذن الله في رمضان وبعد رمضان، ورمضان كريم. شكرا. شكرا، رمضان كريم عليك يا دنيا، وشكرا على المجهود اللي بتبذليه. أنت من المذيعات المتألقات يعني. حضرتك تسألي كل خير والله. الله يخليكي، وإن شاء الله كل سنة ومصر طيب، ورئيس مصر طيب، وشعب مصر كله طيب، وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. مشاهدينا، وبكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا من محافظة جنوب سيناء اللي ابتدينا بيها من مدينة سانت كاترين، مدينة الطور، شرم الشيخ، دهب، ومدينة نويبع، واللي قامت بيها السفيرة الدكتورة ناهد شاكر مؤسسة نواب ونائبات خادمات بالتوعية لمحافظة جنوب سيناء. انتظرونا في جولة جديدة ورحلة جديدة. كان معاكم دنيا الأدور. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وشعب مصر طيب، ومناسبة شهر رمضان الكريم، وكل سنة ورئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح
السيسي طيب، والأمة العربية والإسلامية كلها بخير إن شاء الله. أنا في بداية الأمر عايزة أكلمكم على المبادرات اللي أنا بعملها. أنا عاملة 4 مبادرات: مكافحة الإدمان والتعاطي بإشراف رئاسة الوزراء، ومكافحة الإرهاب، وأبداً لن تسقط مصر، وملف السياحة وتنشيط السياحة في مصر. أولاً إحنا ابتدينا بمحافظة الطور، ثم سانت كاترين، ثم نويبع، ثم دهب، ثم شرم الشيخ. طبعا الانجاز والاعجاز اللي في جنوب سيناء يذهل لي العقل، لكن انا عايز اقول لازم نفرق ما بين سيناء هي كلمه واحده، لكن نفرق ما بين شمال وجنوب سيناء. جنوب سيناء بتتمتع بالامن والامان بفضل طبعا قيادتها الحكيمه كلها، بفضل المحافظ عامل مجهود كبير جدا، والمقيمين على كل مدينه من هذه المدن باذلين جهد وطاقات عاليه الحمد لله. وهناك نعمه الامن والامان اللي عايزه ابتدي بيها واتكلم فيها، الحمد لله رب العالمين عايشين في نعمه امن وامان. لكن اهل هذه المدن جنوب سيناء يعني بيتمتعوا بالفطرة، ناس نقية عايشة لوجه الله، عايشة بتعمل في صمت، لكن عندهم من ثروة للأسف الثروة دي مسؤولة من في ملف السياحة، مسؤولة من وزير السياحة. أنا مش عايزة أقول في تقصير أو في الكلام ده كله، أنا بشكر الجميع. أنا بنت مصر، بحب مصر، وكل اللي بيعمل من أجل مصر أنا بحبه. لكن أنا عايزة أناشد الإعلام أولا قبل وزير السياحة، عايزة أقول له يا إعلام أنت ما تجيش تصور وفد جاي بس سانت كاترين، أو وفد جاي رايح دهب، لا، انت سلط الضوء على المكان نفسه. وياريت الاعلام كله يوميا، انا يوميا لابد انه على التلفاز، لان هو مفتاح اي دولة. الاعلام هو اللي بيصدر للعالم الخارجي وللعالم الداخلي. سلط الضوء على جنوب سيناء، فيها سياحة دينية، وفيها سياحة علاجية، وفيها سياحة أثرية. أرجوكوا سلطوا الضوء على الأماكن دي لو موجودة عشرها، العشر موجودة في أي بلد في العالم كله كانت دخلت مليارات للبلد. أنا عايزة أقول سانت كاترين تحفة من التحف اللي احنا عايزة أقول السياحة هناك ملهاش حل، لكن روحنا للأسف صوتنا صدى صوتنا موجود، مفيش حد موجود. المفروض الفول تايم 24 ساعة المكان ما يفضاش موجودة هناك. عندنا الرحلة الدينية، ستنا السيدة مريم وسيدنا عيسى، يعني دي معالم هناك، لو موجودة في أي مكان كان هيعرفوا يستغلوها كويس. إحنا ليه مش عارفين نستغلها؟ مسار حروب اليهود، عندنا مسارين دول لو موجودين في أي مكان هيدخلوا مش مليارات، هيدخلوا ماس لمصر. إحنا فين؟ رحلة العائلة المقدسة، فين من رحلة العائلة المقدسة؟ فين الإعلام؟ فين وزيرة السياحة؟ مشكورة، لكن أرجوكم سلطوا الضوء على السياحة في مصر. السياحة مش إن أنا أروح شرم أو الغردقة، مش مايو ولا بسين ولا شط، السياحة هناك سياحة دينية وأثرية وسياحة علاجية. عندنا حمام موسى المحافظ مشكور هيعملوا منتجع، ده في سياحة علاجية، ده بيعالج الأمراض الجلدية. برضو حمام فرعون
بيعالج الامراض الروماتيزميه. احنا وبعدين ايد لوحده ما تسقفش يا جماعه، يعني مش المحافظ لوحده اللي هيشتغل، فين وزاره السياحه وفين تنشيط السياحه؟ ارجوكم سلطوا الضوء على جنوب سيناء. هو جنوب سيناء الحمد لله متمتع بالامن والامان وفي انجاز، والمحافظ باذل مجهود، وكل المقيمين على العمل هناك باذلين مجهود. طيب فين بقى؟ فين سلطوا الضوء؟ خلوا الناس تيجي، يعني اعملوا الدعاية الكافية. ده لازم يوميا الإعلام يعرض، لازم يوميا الإعلام يعرض المعالم الأثرية اللي عندنا، سانت كاترين ونويبع ودهب. لابد القوى السياسية تتدخل في الموضوع ده، لابد بنجدة كرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمر، لابد الإعلام يسلط الضوء على المعالم اللي عندنا، على السياحة اللي عندنا. عندنا سياحة، ده احنا عندنا جبال فيها حديد، انا نزلت بنفسي حطيت ايدي علشان اشوف، فيها حديد، فيها في فحم، في كل حاجة موجودة، في جرانيت، في كل حاجة موجودة تساعد مصر على ان هي فعلا ما تبقاش فقيرة. لا، مصر مش فقيرة، مصر فيها، بدليل ان العالم كله بيتصارع عليها، على تاريخ مصر وحضارة مصر وكل ما هو موجود في مصر بيتصارعوا عليه. احنا بنقابل حروب الجيل الرابع والجيل الخامس حاليا، قصدين عصب مصر، شباب مصر. احنا فين من السياحة؟ انا لفيت وشفت، وانا عندي استعداد ابذل كل طاقاتي وكل مؤسسات المجتمع المدني، مش هقول انا بس، كل مؤسسات المجتمع المدني عندها الاستعداد لتنشيط السياحه، بس ادونا المفتاح واحنا نشتغل. انا رحت وزرت وشفت كل حاجه، شفت قبر النبي صالح وقبر هارون ودير سانت كاترين وشجره العليقه وجبل المدكوك، كل دي معالم. فين احنا؟ فين منها؟ ولابد الإعلام يفرق ما بين شمال سيناء وجنوب سيناء، لأن شمال سيناء فيها عمليات تطهير وفيها العملية 2018، لكن جنوب سيناء فيها استقرار وفيها أمن وأمان. لأن كلمة سيناء الناس بتخاف، بتقول سيناء الحروب والإرهاب. لا، فرقوا ما بين شمال سيناء وجنوب سيناء. جنوب سيناء بتتمتع بالأمن والأمان، وفيها السياحة العلاجية والسياحة الدينية والسياحة الثقافية، وفيها كل شيء ثري هناك. يعني دي الأرض، أنا بسميها أنا عن نفسي دي الأرض البكر، أرض جنوب سيناء دي أرض بكر، وكل من فيها يعمل على قلب رجل واحد، يعمل كل فرد فيها بيعمل وبيجتهد. ده أنا شفته بنفسي أثناء رحلاتي. أنا ملف السياحة خلاص انضم للمبادرات بتاعتي، علشان احنا لابد ننشط السياحة، لابد ننشط السياحة. حرام ان يكون عندنا كل الإمكانيات دي كلها وموجود عندنا هذه الأرض العظيمة، أرض سيناء اللي ربنا ذكرها في القرآن، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لابد أرجوكم، أتعمدت إن أنا أقول الكلمة دي، بوجهها للسيد الرئيس وبوجهها للسيدة الوزيرة، أرجوكم تنشيط السياحة، مش إن إحنا نروح نستدعي أو نقول للناس تعالوا صيفوا عندنا. لا، مش مصيف، إحنا عندنا سياحة لو موجودة في أي مكان لكانت مصر تصرف على العالم كله. عايزة أقول لحضراتكم، إحنا ما بنقولش كلام مرسل زي أي حد، لا، إحنا أنا عن نفسي كمؤسسة نواب ونائبات قادمات وفريق العمل اللي معايا بنعمل لوجه الله خالص، ولا نريد أجرا ولا شكورا، بنصرف من جيوبنا عشان نوصل المعلومة الجيدة للشعب. أنا لما رحت سانت كاترين حقيقي صعبان عليا كل اللي موجود في سانت كاترين ده، واحنا ما بنستغلوش. ف
فين رحلة العائلة المقدسة؟ فين مصار اليهود، حروب اليهود؟ ده كله احنا ليه ما بنستغلوش؟ مستعدين نضحي بكل ما هو غالي ونفيس من أجل مصر، خدنا منها كتير. أنا الأول نديها، ويمكن كل الناس تعرف عني كده، لكن أنا عايز أقول إنه أرجوكم أرجوكم ما يكونش تعبنا ده ومصاريفنا اللي احنا بنصرفها على يعني ملهاش مردود فعل. احنا مش عايزين من حد حاجة، ولا محتاجين حد يقول لنا شكرا حتى، لكن احنا محتاجين المسؤولين يتحركوا. المسؤول عن تنشيط السياحة، سيادة الوزيرة، ده كله لازم يتم كمان بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا عارفة إن الحمل تقيل، وعارفة إنه اشتغل كتير، وعارفة إن الإنجازات، أنا بنادي، أنا عن نفسي ببرز دور الدولة في كل الإنجازات، في كل محاضراتي، في مكافحة الإدمان ومكافحة الإرهاب، وأبداً لن تسقط مصر، أنا ببرز دور الدولة. لكن في الوقت الحاجة اللي أنا شفتها والحاجة اللي أنا متأثرة بيها فعلاً، فين السياحة بتاعها؟ فين السياحة في مصر؟ فين السياحة؟ أنا عايزة كمان أكبر منظومة الإعلام، ليه مش مسلطة الضوء على السياحة الدينية والعلاجية والأثرية والثقافية؟ فين الإعلام بتاعنا؟ ده لابد بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن لازم كل القنوات لازم يوميا تشير إلى المعالم الأثرية والمعالم الدينية الموجودة في جنوب سيناء، علشان الناس تتجه لجنوب سيناء. مش يعني العالم الخارجي والعالم الداخلي، فين الصورة اللي احنا بنصدرها؟ فين تنشيط السياحة؟ لابد 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 سيادة الرئيس، الإعلام بتاعنا صحيح بيروحوا، قالوا لنا ان كان في وفد والإعلام جاء صور الوفد ومشي خلاص كده، خلاص انا نشطت السياحة؟ لا، انا سلط الضوء على المكان نفسه عشان الناس تجيله. انا كنت في برلين، قطعة قد الكف لنفرتيتي، قطعة من عندنا عطينها لهم هدية، حطينها في باترينة كبيرة جدا، والناس بتدخل بكتفها من الزحمة، بدفعوا دولارات قد كده قطعة واحدة. شوفوا مصر عندها كم قطعة، شوفوا مصر عندها كم مكان سياحة علاجية وسياحة دينية. يعني أنا مش عارفة في الحقيقة، مش عارفة، يعني قلبي يعجز إن أنا أتكلم وأقول إيه، بس حقيقي حزينة وزعلانة. عايزة أقول لكم في ناس بتشتغل على قلب رجل واحد، في ناس بتشتغل فعلا مخلصة. نشوف كده محافظ جنوب سيناء كيف يعني عمل جنوب سيناء، ايه المجهود اللي بذلوا فيها، وايه القيادات اللي بتشتغل بالفطرة، بتشتغل لوجه الله خالص وبتشتغل بحب. شوفوا محافظ جنوب سيناء عمل ايه في سيناء، وشوفوا استقباله لينا، وشوفوا قد ايه قدر تواجدنا هناك، والرحلة اللي اخدت 5 ايام في كل مدينة يوم. شوفوا عمل ايه، هوريكم بالصوت والصورة، هوريكم عمل ايه. وسينا فتحة زراعيها لكل دول العالم كلها، يا ريت صوتي يصدر للعالم الخارجي، ييجوا يشوفوا السياحة عندنا، ييجوا يشوفوا ان احنا عندنا حمام موسى حاليا المحافظ بيشتغل بيعمل جاهدا على انه يخليه منتجع سياحي، تيجي كل الوفود على حمام موسى. حمام موسى خاوي، ما كانش في حد غيرنا. لكن هناك الأرض ممهدة لكل شيء، أرض خصبة، أرض فيها كل شيء لاستقبال أي حد، لاستقبال أي وفود. ليه؟ فين إعلامنا؟ تعالوا معايا وشوفوا، شوفوا استقبال السيد المحافظ، وشوفوا استقبال الناس اللي قابلتنا بالفترة هناك، وشوفوا قد مدى الترحيب، وشوفوا مدى نجاح الرحلة ومدى نجاح المبادرات بتاعتنا. احنا راجعين تاني ان شاء الله بعد العيد،
راجعين سانت كاترين، وحنكمل رحلتنا لطابة، وكده بنبقى خلصنا خليج العقبة وحننزل على خليج السويس، رغم ان كل المدن اللي رحناها عايزيننا تاني ومحتاجيننا تاني. الحمد لله النتيجة بتبان وقتية، لان احنا انا عن نفسي ببرز دور في المحاضرة بتاعتي، ببرز دور الدولة في مكافحة الآفات كلها الموجودة، وكمان مكافحة الإلحاد. عندي القس والشيخ بيحضروا فيها، لأن ده حرب الجيل الخامس. مكافحة الإلحاد اللي في بعض المدرسين والدكاترة مسيطرين على عقول الشباب والشابات بيه. ليه قصدين عصب مصر؟ مش عايزين نديهم فرصة. انا مش هطول عليكم، وعايزه اقول لكم اتفضلوا معانا شوفوا الرحله بتاعتنا، وشوفوا قد ايه الاستثمار وقد ايه مدى يعني نجاح المبادرات بتاعتنا، وان شاء الله باذن الله طالعين خليج السويس، راس سدر وبورديس وبوزنيمة بعد العيد، وربنا بس يوفقنا وتكون الرسالة بتاعتنا وصلت للسيد الرئيس ووصلت للسيدة وزيرة السياحة، وإحنا موجودين كمؤسسة مجتمع مدني وتحت أمر الدولة وتحت أمر أي حد بيسعى من أجل إعلاء كلمة مصر، ومن أجل أن مصر تبقى قد الدنيا فعلا كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتبقى الرحلة القادمة إن شاء الله لمسيرة نواب ونائبات قادمات للتنمية، هنكمل المسيرة فانتظرونا.